الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة بالتعاون بين قطاعين العام والخاص. رئيس الوزراء يستعرض تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي ويناقش برامج تستهدف زيادة الاحتياطيات من الدولار. واشنطن تواصل دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا وتعلن صرف مساعدات بمليارات الدولارات لكييف خلال الأسابيع المقبلة. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ التطوير في جزيرة الوراق على الوجه الأمثل وتلبية احتياجات وطلبات الأهالي بما في ذلك التعويضات ذات الصلة. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي بالتوسع في جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة بتعاون مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول تطوير وتنمية جزيرة الوراق، وقد وجه السيد الرئيس بإشراك وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ذات الخبرة الناجحة في العمل الميداني الخدمي والمجتمعي لتعزيز جهود الدولة للتطوير العمراني لجزيرة الوراق وتزويدها بالخدمات المتكاملة في إطار تخطيط هندسي حديث ومنظم، وكذلك تدقيق وحوكمة البيانات على أرض الواقع لتنفيذ التطوير على الوجه الأمثل ولتلبية احتياجات وطلبات الأهالي بما في ذلك التعويضات ذات الصلة. وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي الخاص بالمخطط الاستراتيجي لتطوير وتنمية جزيرة الوراق، لا سيما ما يتعلق بإنشاء الأبراج السكنية الحديثة بوحدات صغيرة وكبيرة المساحة، فضلا عن جهود رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة خاصة أعمال الكهرباء ومد مسارات الكابلات لمحطات التحويل الكهربائي، إلى جانب أعمال تغذية المياه والصرف الصحي وكذلك تصميمات شبكة الطرق الداخلية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عصام الشيخ مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة. الاجتماع تناول استعراض جهود توفير المعدات والآلات الخاصة بالمشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود توفير الآلات والمركبات مختلفة الاستخدامات لصالح عملية التنمية الشاملة في الدولة، موجها سيادته بالتوسع في جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار استراتيجية التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف استراتيجي وفقا لمعايير الجودة العالمية. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع للجنة الوزارية الاقتصادية تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري، وكذا عرض البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية على المدى القصير. وتناول الاجتماع موقف الاحتياطيات اللازمة من النقد الأجنبي لاستمرار تدبير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية، وكذا التأكيد على استمرار دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بالاحتياجات الدولارية وبشكل خاص القطاعات الأكثر قدرة على التصدير.
كما تطرق الاجتماع لعدد من البرامج التي تستهدف زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي في المدى القصير. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نشاط وزارة التعاون الدولي في إطار فعاليات مؤتمر كاب 27 الذي اختتمت فعالياته في مدينة شرم الشيخ مؤخرا. وقدمت وزيرة التعاون الدولي نتائج لقاءاتها المكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة ودفع رؤية التنمية الوطنية وجهود التحول الأخضر في مصر. كما أشارت إلى نتائج جهود حشد التمويلات الإنمائية الميسرة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء لتحفيز التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف وتوطيد الشراكات بين مصر وشركاء التنمية من أجل تحفيز رؤية التنمية الوطنية وجهود التحول الأخضر. قدمت الأمم المتحدة وثيقة شكر لمصر على دورها وجهودها في الاستضافة والتنظيم المميز لمؤتمر المناخ كوب 27 بالشرم الشيخ. وأشارت الأمم المتحدة إلى المشاركة الدولية الواسعة خلال المؤتمر بحضور نحو 66 ألف شخص. كما لفتت إلى حرص الدولة المصرية على قيادة وتعزيز المشاركة الأفريقية في القمة التي شارك فيها أكبر متوسط أعداد في الوفود الأفريقية في تاريخ قمم كوب، وأكبر متوسط حجم للوفود المسجلة للدول الجزرية الصغيرة والنامية والبلدان الأقل نمواً. وأشارت الأمم المتحدة إلى تميز قمة كوب 27 عن العديد من القمم السابقة بالانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ، حيث نجحت الجهود المصرية في التوسط بين الدول الأطراف للوصول إلى اتفاق تاريخي بشأن التمويلات المخصصة لمواجهة آثار التغيرات المناخية بما يخدم مصالح جميع دول العالم خصوصا الدول الأفريقية والنامية. تحت رعاية السيد انتصار السيسي تستمر وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة في تلقي طلبات التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة وحتى نهاية ديسمبر 2022. وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت خلال أكتوبر الماضي فتح باب التقدم للجائزة للفئتين العمريتين من سن 5 حتى 12 عاما ومن سن 12 حتى 18 عاما في مجالات الأداب والفنون والغناء والإبداع والابتكار. هذا وتخصص جائزة واحدة للفائز في كل فرع بقيمة 40 ألف جنيه. استقبل مجلس النواب وفدا طلابيا من عدد من المعاهد، وذلك لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر. وتم تنظيم جولة تفقدية للطلاب داخل أروقة المجلس شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس. كما حضر الوفد الطلابي جانبا من الجلسة العامة للمجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات. قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي يرافقه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وعدد من قادة القوات المسلحة بجولة تفقدية لمقر القيادة الاستراتيجية. وأشاد الفريق أول محمد زكي خلال الجولة بالجهد المبذول لإنهاء وتجهيز مباني ومنشآت القيادة الاستراتيجية وفقا للمدة الزمنية المخططة، مؤكدا حرص القوات المسلحة على تطوير قدراتها العسكرية في شتى المجالات ومواكبة التقدم العلمي والتقني لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات بما يسهم في تطوير منظومة العمل داخل المؤسسة العسكرية. تقديرا للدور المتميز لوزارة الداخلية في تأمين فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، قامت الأمم المتحدة بتكريم عدد من الضباط ممثلي قطاعات الوزارة المختلفة الذين شاركوا في التأمين. كما تم منح شهادات تقدير ل211 ضابطا من المشاركين في التأمين الداخلي لقاعات المؤتمر. على مدار أكثر من أسبوعين كانت مدينة السلام شرم الشيخ محط أنظار العالم لاستضافتها قمة المناخ، وتقديراً للدور المتميز لوزارة الداخلية في تأمين فعاليات المؤتمر قامت الأمم المتحدة بتكريم عدد من الضباط
ممثلي قطاعات الوزارة المختلفة الذين شاركوا في تأمين فعاليات المؤتمر، كما تم منح شهادات تقدير ل211 ضابطاً من المشاركين في التأمين الداخلي لقاعة المؤتمرات. وقد أشاد مسؤول الأمم المتحدة بقدرة واحترافية الأجهزة الأمنية على تأمين فعاليات المؤتمر والمظهر الانضباطي والحضاري الذي ظهرت عليه قوات التأمين وبخاصة عناصر الشرطة النسائية، وبتيسير إجراءات دخول أكثر من 19,000 مشارك يومياً لقاعة المؤتمرات بالتنسيق مع أمن الأمم المتحدة، وعدم حدوث سمة مشكلات أو تداعيات خلال عمليات فحص ودخول المشاركين في ضوء الأعداد الكبيرة للمشاركين بالمؤتمر والتي تجاوزت 69,000 مشارك، وهو رقم غير مسبوق لم تشهده مؤتمرات المناخ السابقة، والذين شعروا بالأمان طوال فترة تواجدهم سواء داخل أو خارج المركز الدولي للمؤتمرات. كما أشاد مسؤول الأمم المتحدة بنجاح الأجهزة الأمنية في التعامل الفوري مع كافة بلاغات فقد المتعلقات الشخصية للمشاركين، الأمر الذي قوبل باستحسان كبير من قبل المبلغين. وثمن مسؤول الأمم المتحدة غالياً جهود الأجهزة الأمنية في تأمين الفعاليات التظاهرية ضد الممارسات البيئية التي تضر بالأرض في الأماكن المخصصة لها، والتي اتسمت بالاحترافية الكبيرة والمظهر الحضاري في التعامل معها. كما أشادوا بانتشار الخدمات الأمنية بكافة أرجاء المدينة مما وفر الأمن والأمان للزائرين، مع وجود الارتكازات الأمنية ذات الشكل الحضاري المميز والذي يتناغم مع الصورة الحضارية للمدينة والاعتماد على التقنيات الحديثة في عمليات التأمين. تقدير وتكريم الأمم المتحدة للأجهزة الأمنية يؤكد نجاحها في توفير الحماية والتأمين لكافة المشاركين من رؤساء الدول والوفود والشخصيات الهامة خلال فترة تواجدهم بالمؤتمر، سواء في مقرات إقامتهم أو تحركاتهم، وكذا المناطق والمزارات السياحية حتى مغادرتهم المدينة. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 652 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 1005 أطنان، وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 71 طنًا. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 848 طنًا. كما تم ضبط 86 طنًا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 924 قضية، من بينها 171 قضية خبز ناقص الوزن و167 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التعاون بين مصر واليونان بالمجال التجاري والاقتصادي له أولوية على أجندة عمل البلدين. وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره اليوناني بالقاهرة، قال شكري أنه تم توقيع اتفاقية للعمالة الموسمية لتنظيم عمل المصريين باليونان. نسعى كل من مصر واليونان إلى تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة شرق المتوسط، العمل على مواجهة التحديات المختلفة بما فيها قضية الهجرة. وتم خلال مباحثاتنا اليوم أن شاهدنا التوقيع على اتفاقية مهمة في إطار العمالة الموسمية، تفتح المجال بشكل منتظم بشكل قانوني لعمل المواطنين المصريين في اليونان دعما للاقتصاد اليوناني، وأن يتم ذلك في مجال الزراعة كبداية، وهناك
فرصة للتوسع في هذا على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة. هنأ وزير الخارجية اليوناني نيكوس دانديس مصر على النجاح الباهر في تنظيم قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، مضيفا أن مصر قامت بأداء رائع في تنظيم قمة المناخ. أريد أن أهنئكم على نجاح انعقاد قمة المناخ العالمي في تلك الأيام السابقة. لقد كان هناك دعم رئيسي لكثير من البلدان في هذه القمة، ومصر وأنتم بصفتكم الشخصية قمتم بأداء رائع ودور نموذجي، وهذه فرصة رائعة لكي نناقش اليوم التطورات الإقليمية والوضع الهش في ليبيا. وأطلعت معالي الوزير بتطورات الأحداث في ليبيا، وكذلك كلانا اتفق على وضع ممثل للحكومة الليبية. وكان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد اجتماعا مع نظيره اليوناني نيكوس دانديس بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة. وخلال الاجتماع تم تأكيد على العلاقات التاريخية ذات طبيعة استراتيجية بين مصر واليونان، والتي تتأسس على التفاهم المشترك والمصالح المتبادلة، كما تم التأكيد على التنسيق المستمر حول قضايا ذات الاهتمام المشترك. أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أنه سيبدأ صرف 4.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة. وأضافت الوزيرة الأمريكية في بيان أن الأموال التي تمت الموافقة عليها في سبتمبر في إطار مشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكومية الأساسية. كما طالبت وزيرة الخزانة الأمريكية المانحين الآخرين زيادة وتسريع مساعدتهم إلى أوكرانيا. قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده لابد أن تكون مستعدة لتصعيد الوضع في أوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي في برلين أضاف شولتز أنه في ضوء تطور العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لابد أن تكون ألمانيا مستعدة للتصعيد، والذي يمكن أن يشمل تدمير البنية التحتية. Wahrnehmung aus vielen Gesprächen mit deutschen Wirtschaftsvertretern ist, dieser Fehler passiert uns kein zweites Mal. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف الناتو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية التي يمكن أن تضمن بشكل موثوق السلام والعدالة لبلاده والمجتمع الأوروبي. كما واجه زيلينسكي الشكر للجمعية البرلمانية للناتو التي تبنت قرارات لدعم من خاص لموقف بلاده. لقد دعوت حلف الناتو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية التي يمكن أن تضمن بشكل موثوق السلام والعدالة لأوكرانيا والمجتمع الأوروبي بأكمله. كما دعوت جميع برلمانات الدول الأعضاء في الناتو إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن إعلان روسيا دولة إرهابية. أعتقد أننا سنصل إلى هذه النتيجة تدريجياً. هذه هي الطريقة التي ستظهر بها روسيا في العالم. وأشكر جميع أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف الناتو الذي تبنى القرار المتعلق بالأمر لدعم هذا الموقف ومواقفنا الأخرى. قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية شنت 9 غارات جوية و7 هجمات صاروخية بالإضافة ل50 هجوما براجمات صواريخ على أوكرانيا. وأضافت هيئة الأركان أن القوات الروسية قصفت مواقع القوات المسلحة الأوكرانية والمستوطنات بالقرب من خط التماس، مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية الحيوية ومنازل المدنيين. كما تعرضت شبه جزيرة القرم لهجوم بطائرات مسيرة، لكن القوات الروسية تصدت لها على ما أعلنت السلطات الروسية. أعلن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هياشي أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا 52.5 مليون دولار كمساعدة إنسانية طارئة لدعم نظام إمدادات الطاقة في البلاد.
وشدد هاياشي على أن الجانب الأوكراني يحتاج حاليا إلى المساعدة المناسبة على خلفية الأضرار الجسيمة التي لحقت بنظام الطاقة في البلاد نتيجة للضربات الصاروخية. كما أكد وزير الخارجية اليابانية أهمية الدعم لأوكرانيا مع اقتراب برد الشتاء وانخفاض أشعة الشمس خلال النهار وانقطاع التيار الكهربائي الذي يواجهه الأوكرانيون. خلص تقرير لمعهد التمويل الدولي إلى أن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسواق الناشئة عودت لارتفاع لمستويات قياسية. ويأتي هذا التقرير بالرغم من تراجع حجم الدين العالمي 6.4 تريليون دولار إلى 290 تريليون في الربع الثالث بفعل ارتفاع الدولار وتراجع مبيعات السندات. وقال المعهد في أحدث تقاريره لرصد سوق الدين العالمية إن عجز الموازنة وتباطؤ النمو الاقتصادي رفع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية إلى 254% متساوية مع مستوى قياسي مرتفع سجلته في الربع الأول من عام 2021. قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه من المتوقع أن يتفادى الاقتصاد العالمي ركودا العام المقبل، ولكنها أشارت إلى أن أزمة الطاقة العالمية ستؤدي إلى تباطؤ حاد وستكون أوروبا الأكثر تضررا منه. وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي أنها تتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 3.1% هذا العام إلى 2.2% العام المقبل، قبل أن يتسارع إلى 2.7% في عام 2024. ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن مسؤولين ألمان أفادوا بأن المستهلكين والشركات في ألمانيا سيحصلون على دعم لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء ابتداء من يناير المقبل. وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة هي جزء من قيمة أكبر تبلغ 300 مليار يورو من الإعانات التي تعدها الحكومة الألمانية لمعالجة أزمة الطاقة الناتجة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأنه لا يتوقع عودة الوضع في العالم إلى طبيعته بعد أزمة كورونا وفي ظل عواقب الأزمة الأوكرانية. وأوضح البنك أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسببت بأكبر عملية نقل قسري لأشخاص في أوروبا منذ الأربعينيات. ولفت البنك إلى أن عدد النازحين قسرا سواء في الداخل أو خارج الحدود الدولية ازداد بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يتخطى العدد الإجمالي في العالم 100 مليون بحلول نهاية 2022. نشرة التاسع ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. خلال لقائه رئيس إقليم كردستان العراق، رئيس الوزراء العراقي يشدد على رفض الانتهاكات المتكررة على بلاده. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة التعاون لحفظ سيادة البلاد ورفض الانتهاكات المتكررة على أراضيها. وشدد السوداني خلال لقائه رئيس إقليم كردستان العراق على أهمية وحدة المواقف على المستوى الوطني وضرورة التكاتف والتنسيق لمواجهة التحديات التي تواجه العراق وتأمين الحياة الكريمة لمواطنيه. كما أكد شياع السوداني التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة بما يضمن حقوق الجميع. أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن الجامعة العربية سوف تحتضن اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين بالتعاون مع الأمم المتحدة في 6 ديسمبر المقبل لدعم الصومال، وذلك في إطار أزمة جفاف غير مسبوقة تشهدها البلاد منذ عقود،
في ظل شح الأمطار التي يعتمد عليها ملايين البشر. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بمقر الجامعة. وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن إدراك الجامعة العربية لصعوبة الموقف دفعها للدعوة لاجتماع شامل يضم كل الأطراف الفاعلة في الصومال واستنهاض كافة الأطراف للقيام بدور أكبر والمنظمات العربية، بحيث يكون التركيز على 3 مجالات رئيسية وهي الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة. وقال الناطق باسم الهيئة إن العدد النهائي للمرشحين بلغ 1055 مرشحا بعد انسحاب 5 مرشحين والحكم بعودة 2 للسباق الانتخابي من قبل المحكمة الإدارية. ومن المقرر أن تنطلق غدا الأربعاء الحملة الانتخابية بالخارج وتنتهي في 13 من ديسمبر المقبل، فيما تنطلق الحملة الانتخابية في الداخل يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 15 من ديسمبر. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انفتاح بلاده على التعاون مع الشركاء الراغبين في العمل مع روسيا. وجاء ذلك خلال كلمة بوتين في مراسم رفع العلم الروسي على كاسحة الجليد النووية أورال وإطلاق كاسحة ياقوتيا في سان بطرسبرغ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وخلال كلمته شدد الرئيس الروسي على أهمية تطور بلاده في مجال صناعة السفن وتعزيز موقعها كدولة عظمى في تصنيع كاسحات الجليد. они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути. И вновь повторю, развитие этого важнейшего. اتهمت كوريا الشمالية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني سياسة تنم عن ازدواجية في المعايير فيما يتعلق باختباراتها الصاروخية. وقالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن مجلس الأمن عقد اجتماعا بشأن تجربة البلاد الصاروخية، فيما وصفته بأنه استفزاز سياسي خطير، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات فائقة القوة للرد على أي مساس بحقوقها السيادية. وأضافت شقيقة زعيم كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة ستواجه أزمة أمنية أكبر كلما زاد إصرارها على اتخاذ إجراءات عدائية. أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي 8 مشاريع قوانين، منها قانون التأمين الصحي الشامل والتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من أثاره، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها. وشهدت الجلسة العامة الموافقة نهائيا على مشروع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من القوانين الأخرى. جلسة جديدة واصل خلالها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقارير اللجان النوعية حول مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وعدد من الاتفاقيات الدولية. في مستهل الجلسة أحال رئيس مجلس النواب 8 مشاريع قوانين مقدمة من أكثر من 10 عدد أعضاء المجلس، منها قانون التأمين الصحي الشامل، التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها. الجلسة العامة شهدت أيضا موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون تنظيم الاتصالات ومشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بالإضافة إلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على تعديل الاتفاقية الإطارية المبرمة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة زيادة السقف الائتماني. الاتفاقية مهمة جدا خاصة لتاريخ المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع مصر من 2008، وكمان هي ضرورية في التوقيت الحالي لزيادة الاحتياجات
وتحرير سعر الصرف من 3 مليار ل 6 مليار، ده مبلغ كويس. الاتفاقية دي بتمول هيئة السلع التموينية وهيئة البترول، واعتقد يعني ان احنا ما عندناش اي مشكلة في هذه الاتفاقية، بالعكس احنا بنشجع من هذه الاتفاقيات اللي بتزيد من السقف الائتماني للدولة في هذه المرحلة الحرجة في ايه من العملة الصعبة الغير متوفرة حاليا بالمعدلات الطبيعية. وهكذا يواصل مجلس النواب جلساته لمناقشة مشاريع القرارات والقوانين بما يخدم الوطن والمواطن في إطار دوره النيابي والتشريعي. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري، أكد عدد من النواب أن الجلسة العامة شهدت مناقشة عدد من مشاريع القوانين الهامة، فضلا عن التطرق للقطاع السياحي في مصر وكيفية تنشيط هذا القطاع، خاصة في ظل ما تتميز به مصر من مقومات تجعلها في مقدمة الدول الرائدة في الجذب السياحي. نتكلم عن انه شبكه الطاقه الدوليه كمان حذرت اوروبا انها هتواجه خطر شديد جدا من يعني خطر عدم وجود كهرباء، عدم وجود غاز خاصة، وهيشتد هذا في فبراير ويناير المقبل لانهم الاكثر برودة. بنتكلم عن انه كل ما تحدث عنه عكسه تماما موجود في مصر، لا نجد يعني مشكلة في الغاز او الكهرباء او حالة انقطاع ليهم. طيب ضروري نحن نستغل ده ويكون هناك حالة من الاستضافة السياحية بأماكن مجهزة وخدمات كمان متواجدة ليهم، إذا كان بقى إنترنت قوي، إذا كان أماكن هادئة. بنتكلم إنه كمان هناك شركات، عدد كبير جدا من الشركات في هذه البلدان أعلنت إن العاملين هيقوموا بإنجاز عملهم من المنازل، فليه ما نجيبش دول وهما بالنسبة لهم هيكون عندهم أصلاً ارتفاع في الأسعار، فبالنسبة له أنا هنا هاخد الخدمات دي كلها وأكون موجود في بلد كمان أخد فيها جولات سياحية، لا ليه ما يكونوش موجودين وعلى فترات كبيرة. أعتقد أنه هيضر سيولة وكم كبير من السيولة هنا بمصر. النهاردة احنا اتكلمنا كأعضاء تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين مع وزير السياحة والآثار عن أهمية الآثار المصرية، ويجب تطوير كافة المناطق الأثرية في مصر، ويجب الترويج عن السياحة بشكل أكبر من ما احنا عليه الآن. كان عندنا مثلا على سبيل المثال الأزمة الروسية الأوكرانية، ايه دور وزارة السياحة والآثار في جذب السياح لمصر؟ تعلم سيادتك أن السياحة والآثار بيمثل نسبة كبيرة جدا من الناتج القومي المصري، وكان في بعض الأوقات كان الميزانية بتعتمد أو الموازنة بتعتمد على الدخل من السياحة والآثار. محتاجين في ظل النهضة الكبيرة اللي بتشهدها الدولة المصرية إن احنا نعتني بهذا القطاع وندعمه دعم كثير. فالحقيقة كانت معظم الطلبات عن ضرورة إعادة تنشيط السياحة المصرية لمختلف دول العالم، أن نتواجد في الأحداث العالمية. نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الاحتفالية السنوية الثانية لعيد الطاقة النووية تحت رعاية الرئيس السيسي، ويأتي العيد السنوي للطاقة النووية تعبيرا عن الانطلاقة الحقيقية لمشروع مصر القومي للمحطات النووية، والذي يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا الاتحادية في 19 من نوفمبر 2015. وللمزيد مع الزميلة جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. نعم، بعد التحية نتابع معكم من مركز المنارة للمؤتمرات الاحتفالية التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طريق هيئة المحطات النووية، احتفالا بالعيد السنوي الثاني للطاقة النووية، والذي يأتي تعبيرا عن الانطلاقة الحقيقية لمشروع مصر القومي للمحطات النووية، ويوافق اليوم الخاص بتوقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا الاتحادية لإنشاء أول محطة نووية على الأراضي المصرية، وهي محطة الضبعة النووية. الاحتفالية بدأت صباح اليوم بحضور عدد من القيادات وخبراء الطاقة النووية، وتضمنت فقرات فنية وأيضا تقديم وعرض فيلم تسجيلي عن محطة الضبعة النووية، إلى جانب الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من مدرسة الضبعة النووية. إذا تحدثنا عن محطة الضبعة النووية ومشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والجاري
العمل عليه، فهو يعد مشروع هام للدولة المصرية، ويتضمن إنشاء 4 وحدات من المفاعلات النووية بطاقة 1200 ميجا وات لكل وحدة، ويساهم المشروع في توطين الصناعة التكنولوجية النووية في الصناعة المصرية عن طريق زيادة نسبة التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة يتم تصنيعها في هذا المشروع، وذلك طبقا لخطة موضوعة، مما سيحدث نقلة كبيرة في جودة الصناعة المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية عن طريق الالتزام بمعايير جودة عالية في تصنيع كل مكونات المفاعلات النووية. هذه الاحتفالية اليوم تأتي تعبيرا عن أهمية هذا المشروع، والذي يلعب دورا هاما في الحياة التكنولوجية وأيضا الحياة الصناعية، ويعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة بما يحقق قاعدة كبيرة من أجل تنمية مستدامة ومستقرة لعقود قادمة. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ضرورة تحول ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر إلى ثقافة شعبية ومجتمعية في مختلف المجالات، وذلك في مواجهة خطابات الكراهية والتمييز. جاء ذلك خلال كلمة وزير الأوقاف في المؤتمر الدولي المنعقد بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان التعايش والتسامح وقبول الآخر نحو مستقبل أفضل. وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذا المؤتمر أبلغ دليل على عظمة النموذج المصري في ترسيخ أسس التسامح الديني والتعايش الإنسانية. ويعقد مؤتمر التعايش والتسامح وقبول الآخر بحضور رئيس جامعة الأزهر نيابة عن شيخ الأزهر الشريف وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من القيادات الدينية والأكاديمية. تلقى وزير الموارد المائية والري هاني سويلم تقريرا يستعرض موقف مشروعات الوزارة بصعيد مصر، وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين. وأوضح الوزير أنه يجرى العمل على تنفيذ 236 مشروعا بمحافظات الصعيد تشمل أعمال تأهيل ترع ومساق ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري والحماية من أخطار السيول وحفر الأبار الجوفية والتوسع في تشغيل الأبار بالطاقة الشمسية وتأهيل وتجديد محطات الرفع وحماية جوانب نهر النيل. اختتمت أعمال القافلة الطبية بمدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. واستمرت القافلة الطبية لمدة 2 يوم تم خلالهما توقيع الكشف الطبي على المواطنين بإجمالي 400 حالة. قوافل حياة كريمة في الوادي الجديد احنا طبعا بتتنفس شهريا بمعدل 8 قوافل 16 يوم قوافل، واحنا على مدار الشهر الماضي تم الكشف على حوالي 5000 مواطن من سكان الوادي الجديد في القرى الأكثر احتياجا، والقوافل دي بيتم الفحص الإكلينيكي بالنسبة أو توقيع الكشف الطبي على المترددين وعمل الإشاعات والتحاليل اللازمة، بالإضافة طبعا أن احنا لو في حد محتاج تدخلات جراحية بنحوله لأقرب مستشفى وبتلقى العلاج هناك العلاج الجراحي، ولو في أي أدوية بتصرف في القوافل طبعا لكل المترددين بتصرف بصورة مجانية. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قدمت القافلة الطبية خدمتها لما يقرب من 1700 مواطن بقرية البغادة التابعة لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية على مدار 2 يوم. وضمت القافلة كل التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة، كما ضمت القافلة معملا للتحاليل وصيدلية تضم 85 صنفا دوليا، وتم تقديم الخدمات الطبية والأدوية بالمجان. The
القافلة فيها معظم التخصصات الطبية، البطنة، الجراحة، الأنف والأذن، الجلدية، تنظيم الأسرة، بجانب معايا معمل دم وطفيليات ومركز للأشعة. معايا صيدلية تحتوي على 98 صنف من العلاج والصرف بالمجان. في حالة وجود أي حالات محتاجة حالات لتخصصات أخرى بيتم التنظيم مع مؤسسة حياة كريمة للمجمع الطبي والمستشفيات الجامعية. استعدادا للمرحلة الثانية من حياة كريمة، تم عقد حوار مجتمعي ولقاء جماهيري حاشد بقرية الحواويش بسوهاج. ثالث جلسات الحوار المجتمعي للمؤسسة بقرى مركز أخميم وطهطة للاستماع لآراء الأهالي ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرية والمقرر تنفيذها في جميع القطاعات. استهدف الحوار المجتمعي شرح لمشروعات حياة كريمة بالمرحلة الثانية، كما استهدف مشاركة المواطنين والاستماع لمطالبهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة في قرية شطورة دائرة مركز طهطة. وجرى خلال اللقاء الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم لضمها إلى المرحلة الثانية من حياة كريمة والمشروعات التي يأملون في تنفيذها بالقرى. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. الأخبار الاقتصادية لدى دينا شرف، تفضلي دينا. شكرا لك إيمان، شكرا لك صحر. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقليص الدعم التمويني تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وشدد المركز على انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية دون أي اقتطاع أو انتقاص، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيها، ويستفيد بها 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 من يونيو المقبل. أكد وزير البترول طارق الملا أهمية التركيز خلال الفترة الحالية على التوسع وزيادة خطوط الإنتاج وقدرات تصنيع المضخات محليا في ظل الفرص المتاحة بقطاع البترول والغاز وتنامي مشروعات القطاع وأنشطته. جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع رئيس إحدى الشركات الألمانية في مجال صناعة المضخات لبحث سبل دعم وتعزيز أنشطة التصنيع المحلي للمضخات من خلال شراكة القائمة بين قطاع البترول والشركة في مصنع المصرية الألمانية للمضخات بالسويس. أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء يستهدف إنشاء مجمعات صناعية جديدة وتوفير عملات أجنبية بتصدير الفائض، إلى جانب تطهير الشواطئ المصرية من المواد المشعة الضارة، وكذلك توفير 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتطوير البنى التحتية الحيوية. جاء ذلك في تقرير نشره مركز المعلومات بعنوان مجمع مصانع الرمال السوداء في مصر الأحدث من نوعه في العالم. واستعرض التقرير أبرز المعلومات عن مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء في مصر. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية أجنبية ووسط تداولات مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه لغلق عند مستوى 828.572 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجيك 30 عند مستوى 12449 نقطة وأغلق عند 12622 نقطة مرتفعا بنسبة 1.39%.
كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2397 نقطة، وأغلق عند 2406 نقاط مرتفعا بنسبة 36%. وفتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3484 نقطة، وأغلق عند 3503 نقاط مرتفعا بنسبة 56%. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و48 قرشا للشراء و24 جنيها و55 قرشا للبيع، كما سجل اليورو 25 جنيها و12 قرشا للشراء و25 جنيها و21 قرشا للبيع، الجنيه الاسترليني سجل 29 جنيها و7 قروش للشراء و29 جنيها و16 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و66 قرشا للشراء و6 جنيهات و68 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 6 جنيهات و51 قرشا للشراء و6 جنيهات و53 قرشا للبيع. وإلى أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب العالمي ليصل إلى 1745 دولارا للأوقية، ومحليا سجل عيار 18 نحو 1130 جنيها، في حين سجل عيار 21 1330 جنيها، عيار 24 سجل 1520 جنيها، ووصل الجنيه الذهب إلى 10640 جنيها. اختتمت أسواق الأسهم في الخليج تداولات على التباين، وأنهى المؤشر الرئيسي في السعودية خسائر استمرت ثلاث جلسات بدعم من ارتفاع أسعار النفط بعد نفي المملكة وجود محادثات لزيادة الإنتاج. وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.3% سهم بالم سهم عملاق النفط أرامكو 0.9%. في المقابل هبط مؤشر قطر الرئيسي بنسبة 0.2% ليواصل تسجيل الخسائر للجلسة السادسة على التوالي. وفي دبي هبط المؤشر الرئيسي 0.3%، كما انخفض المؤشر الرئيسي في أبو ظبي 0.1%. ختام أخبار اقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى إيمان وصحر، إليكما. شكرا لك دينا الشرف. لقي 36 شخصا مصرعهم وأصيب 2 آخران جراء حريق شب في مصنع بمدينة أنيانغ بمقاطعة خنان الصينية. وذكرت وسائل إعلام صينية أن فرق الإطفاء أرسلت 63 عربة إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق، كما أفادت بأن عمالا يشتبه بأنهم استخدموا معدات اللحام بشكل مخالف للقواعد تسببوا باندلاع الحريق. قالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب جزر سولومون على عمق 10 كيلومترات. وذكرت صحيفة سولومون تايمز أن الكهرباء انقطعت عن معظم أنحاء العاصمة هونيارا، ويجري تقييم الضرر الذي لحق بخطوط التيار الكهربائية. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج تسونامي في البلاد، لكنها حذرت من تيارات بحرية شديدة في المناطق الساحلية. والآن مشاهدينا نتابع أخبار الرياضة مرة أخرى دينا الشرف. شكرا لك صحة، شكرا لك إيمان، والآن موعدنا مع أخبار رياضة محليا وعالميا. فاز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022، وجاءت ثنائية السعودية عن طريق صالح الشهري وسالم الدوسري، في حين سجل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد من ركلة جزاء. تعادل المنتخب التونسي مع نظيره الدنماركي بدون أهداف ضمن منافسات المجموعة الرابعة لكأس العالم 2022، وبهذا التعادل حصد منتخب تونس النقطة الأولى في المجموعة وهو ذات رصيد الدنمارك.
سيطر التعادل السلبي على مباراة المنتخب المكسيكي ونظيره البولندي في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022، وبهذه النتيجة نال كلا المنتخبين نقطة واحدة ليحتلان المركزين الثاني والثالث في جدول ترتيب المجموعة. ويلتقي المنتخب الفرنسي الآن مع نظيره الأسترالي ضمن منافسة المجموعة الرابعة من كأس العالم 2022، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى 2-2 إلى هدف لفرنسا. وتتواصل غدا مواجهة الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، وفي مباريات الغد يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي، بينما يواجه المنتخب الألماني نظيره الياباني، وتلتقي أسبانيا مع كوستاريكا، في حين تواجه بلجيكا منتخب كندا. وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة مراسل التلفزيون المصري محمود شاكر. محمود مرحب بك، أطلعنا على الأجواء. محمود أطلعنا على الأجواء عندك، خاصة مع فوز السعودية على الأرجنتين وتعادل تونس مع الدنمارك اليوم. مرحب بك أكيد دينا، ومرحب بجميع مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، من هنا من العاصمة القطرية الدوحة، تحديدا في مدينة اللوسيل، تحديدا في لوسيل بوليفارد، أو يعني أكبر مكان فيه مشجعين، أو أكبر مكان فيه تجمع للمشجعين في الدوحة. طبعا النهاردة شفنا مباريات كتيرة جدا للمنتخبات العربية بعد الأداء السيء للمنتخب القطري في أول مباراة، ولكن المنتخب السعودي النهاردة بيحقق مفاجأة كبيرة جدا جدا، العالم كله بيتكلم عنها، وهو هزيمة المنتخب الأرجنتيني النهاردة. المنتخب السعودي قدم ملحمة كروية في أرض الملعب، وبرضه شفنا الأداء المشرف والقوي جدا جدا من المنتخب التونسي أمام المنتخب الدنماركي. ولكن خليني أحكي لك عن الأجواء هنا أكتر من رائعة. نقدر نقول ان قطر النهارده والدوحه اكتست باللون الاحمر واللون الاخضر، بدايه طبعا من الاخضر السعودي. الصبح جماهير السعوديه توافقت بشكل كبير جدا، نظرا لان الحدود طبعا ما بينها وما بين قطر على حدود مع بعض، ففي جماهير كتيره قوي توافقت النهارده للدوحه بعد المباراه. جماهير السعوديه ملت كل الشوارع وملت كل الفان زونز، وزي ما انتم شايفين هنا في لوسيل بوليفارد المكان كله سعوديين. نفس الكلام برضو رحنا سجلنا قدام الاستاد المدينة التعليمية اللي كان بيقام فيه مباراة تونس والدنمارك، الجماهير التونسية سعيدة جدا جدا بالأداء اللي كان كويس وكان مشرف للكرة العربية. وطبعا تمنياتنا بكرة للمنتخب المغربي ان هو يقدم نفس الأداء ان شاء الله غدا. المنتخب المغربي وهو اخر منتخب عربي في الدور الاول هيلعب مع منتخب الكرواتي القوي جدا جدا، وصيف كاس العالم في 2018. ولكن الاجواء اكثر من جميله واكثر من رائعه، الناس مبسوطه، الجو حلو والمناخ جميل وكل حاجه، ولا استفسار انا معاك يا دينا. صحيح محمود، دلوقتي كمان عندنا مباراه مهمه جدا بين فرنسا واستراليا، وخاصه بعد فوز فرنسا بهدفين مقابل هدف. احكي لي اكثر عن الاجواء الخاطه بهذه المباراه. طبعا الكلوب المرشح الاكبر للفوز بهذه المجموعه هو الفرنسي، بعد كده يعني المنتخب الدنماركي، وايضا يتخاصم المركز السادس والرابع منتخب الفرنسي والمنتخب الاسترالي. ولكن طبعا شفت مشاكل كتير جدا للقطريين، ده بسبب غياب على الكره الذهبيه. كلام اثنين في وسط الملعب مهمين جدا جدا جدا، وهم كانتي وبوجبا الاثنين مصابين، ولكن بيعوضهم بلعيب تشاوميني وكامافينجا الاثنين ثنائي نص الملعب بتاع ريال مدريد. فاعتقد ان المنتخب الفرنسي بطل كاس العالم 2018 في طريقه ان هو اكيد يكون موجود في الدور الثاني، ولكن هل المنتخب الفرنسي ممكن يروح بعيد ولا لا؟ ده لسه ما نعرفوش. ولكن عاوز اقول لك ان الجماهير هنا المكسيكيه والارجنتينيه كانوا كتير جدا جدا امبارح واول امبارح، وكان ليهم اجواء وصخب وهزيك، ولكن بعد النتيجه اللي كانتش حلوه للمنتخب الارجنتيني، خصوصا النهارده الجماهير الارجنتينيه كلها اختفت من الميادين بعد ما كانت محتله امبارح سوق واقف، اكثر من 10,000 متفرج كانوا موجودين في سوق واقف. نفس الكلام الجماهير المكسيكيه برضه اختفت بعد الاداء اللي كان النهارده قدام المنتخب البولندي. ناس كتيره كانت متوقعه ان المنتخب المكسيكي يطلع من المجموعه دي، ولكن مفاجآت لغايه دلوقتي في المونديال كتيره جدا جدا،
ولكن الاجمل والابرز النهارده كان فوز المنتخبات العربيه، فوز المنتخب السعودي وتعادل المنتخب التونسي مع اقوى فريق في المجموعه مع المنتخب الفرنسي وهو المنتخب الدنمارك. وتمنياتنا اكيد زي ما قلت لك للمنتخب المغربي اللي عنده مواجهه صعبه جدا مع وصيف بطل العالم بكره ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري من قطر. وما زلنا مع اخبار كاس العالم، واعلن المنتخب الالماني غياب الجناح ليرو ثاني عن مواجهه اليابان في افتتاح منافسات المجموعه الخامسه بكاس العالم 2022 بسبب اصابه في الركبه، ولم يشارك اللاعب صاحب 26 عاما في الميران الاخير قبل المباراه المقرر اقامتها غدا الاربعاء، ومن غير الواضح فتره غيابه. ختام أخبار رياضة، وعودة مرة أخرى إلى إيمان وسحر، إليكما. شكرا لك دينا. تسلمت السيدة الأولى جيل بايدن برفقة حفيدها شجرة عيد الميلاد الرسمية للبيت الأبيض والتي يبلغ طولها 5.5 متر. تم استقدام شجرة الميلاد من مزرعة في ولاية بنسلفانيا، الولاية التي نشأت فيها السيدة الأولى، وبدأ متطوع الديكور في الوصول إلى البيت الأبيض لبدء تجميله في عيد الميلاد وفقا لتقليد متبع مع استقبال عيد الشكر بالبيت الأبيض. Madam First Lady, how do you like the tree? I love the tree. How do you like the tree? Beautiful. It's beautiful. And this is the family that gave us the tree. They're from Pennsylvania, the whole family. Yeah, this is my grandson, he's two. Yeah. So he wanted to come out and see the tree. ومن أجواء عيد الميلاد إلى الأرصاد الجوية وحالة الطقس، نتعرف على الأحوال الجوية مع دينا شرف. تفضلي دينا. شكرا لك إيمان، شكرا لك صحر. والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 25 والصغرى 17، إسكندرية 24 16، مطروح 24 14، بورسعيد 25 17، إسماعيلية 26 16، السويس 25 16، العريش 24 17، طابة 25 15، شرم الشيخ 29 21، الغردقة 28 20، الأقصر 31 18، أسوان 32 19، الوادي الجديد 31 15، شلاتين 29 23، وأخيرا حلايب 26 21. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
والآن نترككم مع أبرز لقطة في اليوم. وبهذه اللقطة الطريفة انتهت نشرة التاسعة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يواجه بالتوسع في جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص. رئيس الوزراء يستعرض تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي ويناقش برامج تستهدف زيادة الاحتياطيات من الدولار. واشنطن تواصل دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا وتعلن صرف مساعدات بمليارات الدولارات لكييف خلال الأسابيع المقبلة. انتهت نشرتنا، لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم، مع يوسف الحسيني. أهلا يا يوسف. أهلا 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 زكي إيمان، زكي صحر، عاملين إيه؟ بقى بعد ما نبقى قاعدين بنتكلم على مؤتمر المناخ والاقتصاد الأخضر وبتاع، نرجع تاني نتكلم على الحرب بتاعت روسيا وأوكرانيا. عالم صعب جدا جدا، يمكن ربنا يفرجها وتخلص، مش كده؟ يا رب. آمين. ادعوا وحدوا الدعاء، وحدوا الدعاء نوقف الحرب. كفاية كده، نفسي أعرف العالم بيحارب بعضه ليه، مش لاقي أي مبرر بصراحة. لكن يلا خلونا بقى إيه نتكلم إحنا في كأس العالم والحاجات اللطيفة الظريفة المبهجة دي. وأشكركم أولا، وأستأذنكم نبدأ فقراتنا.